نشأتها في أسرة لأبوين من الصم والبكمة حفزتها على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب شغفها وحبها بعالم الطبخ. آية أحمد، حكاية أول شيف مصرية بلغة الإشارة. بكاميرا هاتف محمول وقليل من المقادير تبدأ آية حلقاتها الدورية في أول برنامج مصري للطبخ أونلاين موجه للصم والبكمة لتصبح صوتاً لهذه الفئة. اسمي آية أحمد، شيف. اتخرجت الأول من كلية تجارة جامعة القاهرة، وبعد كده درست فنون طهي في معهد في 6 اكتوبر، وبعد كده اشتغلت في فنادق ومطاعم كتير. ومن خلال يعني انا والدتي والدي من الصم، فبعرف لغه اشاره، فمن خلال تعاملي معاها كل يوم في البرامج او في الحياه اليوميه بتبقى محتاجاني على طول كمترجم معاها. ف يعني قررت ان انا بما اني دارسه طبخ وبعرف لغه اشاره ان انا اعمل يعني ادمج الفكرتين مع بعض وابقى اول شيف اعمل وصفات بلغه اشاره. انا كان حلمي ان انا اعمل برنامج، ف يعني قلت للمذيع قبل كده ان انا عايزه اعمل برنامج وكده، فقال لي الفكره مش هتجيب سبونسرز كتير للبرنامج، فمش هنعرف نعملها. ف يعني قلت لصديق ليا ان هو يساعدني في حكايه الفيديوهات دي، وعملنا الفيديوهات. رد فعل الناس طبعا يعني الناس كلها اتبسطت، ويعني غير اللي انا كنت متوقعاه خالص. يعني ماما كمان اتبسطت جدا وبتشجعني ان انا اعمل فيديوهات على طول، واصحابي من الصم او اصحاب ماما وكده يعني بيطلبوا على طول وصفات بلغه الاشاره، فده مشجعني ان انا اعمل حاجه مفيش اي حد تاني يعملها. نفسي يبقى ليا اول مطعم فيه صم بيشتغلوا فيه. هو فيه اوريدي بس مطعم فاست فود، مش بيبقى فيه مطعم يعني هو العادي اللي احنا بنروح نتغدى فيه كل يوم. ونفسي ان هم يدخلوا مسابقات عالمية ويتنافسوا مع دول من بره. المسج للبنات ان لو عندك اي حلم اجري وراه وعفري، ويعني ما تسيبيهوش، يعني خليكي ورا حلمك وان شاء الله هيتحقق. اهلا بيكم، انا النهارده هعمل لكم وصفه جديده وسهله. النهارده هعمل لكم ايه؟ كيكه بالشوكولاته. كله كان طالب مني قبل كده، هعملها لكم النهارده، نشوف هنعملها ازاي. فكره بسيطه ولكنها تحمل الكثير من المعاني. آية احمد كباقي فتيات جيلها نموذج مشرف للمراه المصريه التي تسعى دائما لتحقيق حلمها واسعاد من حولها.